الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم، انا محمد حطبه من حمله اختيارك للتوعيه السياسيه. معايا النهارده واحد من المرشحين عندنا في حمله الاجل، هو الاستاذ الدكتور محمد هلال. اهلا وسهلا. يا ريت حضرتك تعرفنا بنفسك اكتر وتعرفنا بالسي في بتاع حضرتك. الاسم محمد سيد احمد هلال نجيد، من مواليد 3/1961. درست، حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدليه، ثم دبلومه في اداره الاعمال الدوليه، ثم اخذت دراسات خاصه بالتسويق والدعايه والاعلام وصناعه المنتج، واخرها دراسات في الموارد البشريه اللي هو الاتش ار. ده بالنسبه لي ككل. اما في مجال العمل العام او النشاط العام، فانا كنت بطبع رياضي في فتره في الحياه بتاعتي، يمكن كنت لاعب كرة قدم في الشرقية تحت 18 سنة، ثم لاعب كرة طايرة بنادي نظام لمدة 3 سنوات، ثم نادي بنها، ثم حصلت على دراسات الأكاديمية الأولمبية كمدرب للكرة الطايرة، ثم دورة الأساتذة للكرة الطايرة، ثم أصبحت مدرب دولي للكرة الطايرة كاستشاري للكرة الطايرة، ثم شغلت منصب رئيس مجلس إدارة مركز شباب قرية متناجي من عام 2000 إلى 2005. ثم عملت كمدير تسويق لشركة تأمين أجنبية لمدة 5 سنوات. تدرجت في المناصب حتى وصلت مدير عام، ثم مدير إقليمي لهذه الشركة، ثم أسست مجموعة خاصة بي أو شركات خاصة بي، سواء في دبي أو في الدوحة أو في القاهرة في شارع محمد محمود، وهي شركة وسط التأمين. هذه الشركة أنا بشغل رئيس مجلس إدارة هذه الشركة، وهذه الشركة شركة مساهمة مصرية أملك أسهم فيها 40%، وأشغل رئيس مجلس إدارة هذا حتى الآن. حضرتك، أنا يعني الفترة طبعا اللي فاتت ديت، أنا أعرف حضرتك إن حضرتك دايما بتبقى مقيم يا إما في قطر يا إما يعني دايما بتبقى بره مصر، ومعظم مشاريعك بره مصر. طب ليه حضرتك يعني ما حاولتش إن أنت تعمل مشاريعك معظمها تبقى جوه مصر، بحيث إن أنت تخدم الناس كلها؟ أنا أسألك، أنا طبعا يمكن خرجت سنة 2003 بداية سفري للخارج، خرجت بعد أزمة مالية، لأن كنت أنا عندي صيدلي وأنا عندي أجزة خانتين، لكن في الداخل كانت الفلوس أو المورد نفسه أو الدخل، معدل الدخل بعد الضرائب وبعد الاستقطاعات يكفي لكن لا يغني. ثم بعد ما ذهبت للخارج واشتغلت كمدير تسويق وهكذا، لم انقطع من مصر مطلقا، لان انا كنت شهريا في الشركه اللي انا كنت امسكها مثلا او اديرها، كنت باجي 4 مرات، يعني طبيعه العمل اسبوع هناك واسبوع هناك. ثم بعد ذلك انا بديت اعمل الشركات بما اكتسبت من خبراتي، ثم لما اصبحت عندي الملايه الماليه ان انا اشتغل، لان انت عارف راس مال الشركه اللي احنا كنا هنا هي 2 مليون. بطبيعه الحال انا اتمنى ان يكون عندي راس مال 100 مليون واعمل مصنع وشغل في مجموعه الشباب واصدره للخارج. اما عن الخارج فانا ليا مديرين بيشغلوا مناصب مصريين، هم اللي بيديروا الحركه التجاريه خارج مصر، اما داخل مصر فانا مقيم داخل مصر، وتحديدا هنا في شارع احمد عرابي في مدغم، في مدينه مدغم، في عماره الدكتور خالد زغلول. ده اقامتي الدائمه حاليا. اما متابعه اعمالي فانت عارف طبعا ان انت عن طريق النت، عن طريق الاتصالات اللي انت اللي هي متصله بيك على طول، حتى لو انت عايز تعمل كونفرسيشن او فيديو كونفرنس تقدر تعمله عن طريق الوسائل بتاعتك، عن طريق الانترنت، وتقدر تتصل عندي الشبكه كليه في كل مشاريعي، عندي الكاميرات الوايرلس اقدر اخش عن طريق الايميل. فطبعا التكنولوجيا اصبحت الان العالم قريه صغيره، فانت تستطيع ان تملك في اكثر مكان. واقول لك كمان ان انا بؤسس الشركه في تركيا، لان المصري من حقه يملك ومن حقه يدير داخل تركيا، فبؤسس الشركه هناك في تركيا، هتبقى تخصصها في التكستايل او المنسوجات يعني. اتفضل. طب حضرتك يعني نتيجه شويه للسياسه ويعني في البدايه بس نحب حضرتك تدينا تعريف بسيط عن دور عضو مجلس الشعب واختصاصات عضو مجلس الشعب في الفتره. هو عضو مجلس الشعب في المرحله القادمه او دائما هو عضو مجلس الشعب، اولا تشريع ثم رقابه. تشريع بنخص به كافه القوانين والتشريعات اللي هي بتخدم البلد، ثم رقابه، رقابه على السلطه التنفيذيه بكافه انواع السلطه التنفيذيه. اذا هذا العضو لابد له، ليس فقط يمثل خدمات لدائره او ما الى ذلك او خدمات عامه او هذا الشكل، ولكن هو عضو تشريعي رقابي. وفي هذه المرحله لابد ان نعلم ان هذه المرحله مرحله حرجه،
يتطلب العضو مواصفات اعلى من المواصفات السابقه، لان هذا العضو مطلوب منه في هذه المرحله القادمه ان هناك اختيار لجنه تاسيسيه لوضع الدستور، ثم بعد ذلك مناقشه كافه القوانين اللي هي حبيسه الادراج والتشريعات السابقه، لان هناك تشريعات وقوانين سيئه السمعه لابد من اعاده النظر فيها اذا كنا نريد ان ندخل للامام. فلابد ان نكون دوله مؤسسات، دوله قانون يضع القانون نصب عينه، ان نكون في نحن الان في القرن 21، فلابد ان نصبوا الى التقدم والنهضه بمصر والخروج من هذه المرحله او من عنق الجدال. فتلك مواصفات عضو مجلس الشعب، وان يكون ذا رؤيه واضحه، ان يكون لديه حلم لبلد ومستقبل بلد، ان يكون مؤمن ان عندنا من الموارد ما نستطيع ان ننطلق منه، ان يكون مؤمن بقدرات الشاب المصري وقدرات الموارد البشريه المصريه. اذا كان عندنا هذا الكم من الشباب وهذه الكم من الطاقات ولا نستطيع ان نوظفها، فهو الضعف الان ضعف اداره وضعف توظيف وضعف استغلال قدرات. اذا كان عندك هؤلاء الشباب ولا تستطيع ان توظفهم سواء في الداخل او في الخارج، لو في الخارج يعود لك بالعمله الصعبه اللي بتغني البلد، او في الداخل لابد ان انت بتعمل اورجنايزيشن خاص بالدوله كامله وتضع الشباب امامهم طريق واضح ليسلك طريقه. ليس هناك كالسابق ما يعدل ان هناك اختيارات للرجل الغير مناسب في المكان المناسب، لكن اتمنى ان يكون الرجل المناسب ذو الكفاءه. في القديم كنا نختار ما بين اهل الثقه او اهل الخبره، فكانوا دائما الحكومات تفضل اهل الثقه، من يثقون فيه اللي كان يكون معهم، ولكن الان نحن نحتاج الى اهل الخبره مدعومه بالثقه. فتلك هي المرحله القادمه واتمنى ان يحدث ذلك. طب ان شاء الله يعني في الفتره اللي جايه لو ربنا وفقك ان شاء الله ودخلت مجلس الشعب، يعني اهم حاجه طبعا الفتره اللي جايه ديت مناقشه الدستور. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك ايه راي حضرتك مثلا في نقطه زي اللي هي سلطات الرئيس، هل حضرتك شايف ان الدوله هتبقى دوله رئاسيه ولا دوله برلمانيه ولا دوله رئاسيه برلمانيه؟ انا من خلال وجهه نظري ومن خلال قراءاتي السياسيه ورؤيه المجتمعات الغربيه اتمنى ان تكون دوله برلمانيه بحته، ان نحد من منصب الرئيس، لاننا كفانا من عام 52 حتى الان الرؤساء وصناعه الرجل الواحد ومنشور. اتمنى ان يكون هناك دوله برلمانيه وعندي اسباب لهذا. عندما تكون الاكثريه او الاغلبيه او الائتلاف يحكم مصر، عندها نستطيع ان نحاكم شخص واحد معني وهو رئيس الوزراء، وعند ذلك لن تتفرق المسؤوليات. ماذا لو حدث اي مشكله او كارثه في مصر؟ من سيتحمل؟ هل رئيس الوزراء ام الرئيس؟ فاذا تلك لابد ان يكون هناك تحديد للمسؤوليه المطلقه، فاذا كانت هناك رئاسه وزراء، ولا اؤيد هؤلاء الذين ترشحوا للرئاسه جميعا ويقولون اذا جاءت دوله برلمانيه فلن اترشح. فمنصب رئيس لجمهوريه مصر العربيه فخر ووسام على صدر اي شخص، وان كانت حتى بروتوكوليا لاستقبال السفراء واستقبال الوزراء واستقبال الرؤساء، حتى لو كان بروتوكوليا، حتى نعلم ان ملكه انجلترا هي تشغل منصب وهناك رئيس الوزراء وهي لا تتحكم في شيء. كل ما هنالك هي المقابلات والبروتوكولات والعلاقات الخارجيه في بعض الامور لاستقبال الوزراء او الرؤساء او ما الى ذلك. فاتمنى ان تكون مصر في الدستور، لو انا نائب ساصوت لمصلحه الدوله البرلمانيه وليس الدوله الرئاسيه. وبننتقل لنقطه ثانيه يا دكتور، اللي هي نقطه هل هي مصر هتبقى تيار اسلامي ولا تيار علماني ولا ليبرالي؟ انا اولا انا مع نفسي ليبرالي لسبب، لان الليبراليه معناها الحريه، او الليبرتي معناها حريه ككلمه يونانيه، لكن الحريه المسؤوله التي تضع مسؤوليات، والانسان حر ما لم يضر. هناك اطار للحريه، ليست حريه مطلقه حتى لا تكون مفسده مطلقه. فاذا هناك لو هناك قانون وهناك حريه وينعم بها الانسان فتلك هي المسؤوليه. اما مساله ان انت كدوله اسلاميه او دوله ليبراليه، انت ترى التوجه الان بعد حصول الاخوان على 161 مقعد وحصول السلفيين على 82 مقعد من عدد 348، مع ان هناك دوائر معلقه. اذا الاخوان حصلوا على 46.5% والسلفيين 26.5% والوسط 7، فانت الان في نتائج تصل الى اكثر من 80% تيار اسلامي. وقد يتحدون ويطالبون بتطبيق الشريعه او الى اخره.
أنت لا تعلم ما في جراب الحاول.